باني ليك في البال منارة والمراكب كان حنين مجداف هواي ما طالو شك شقاك ظروفك كل حين ودرب لقاك مهما يطول ما بسألك عن آخر وين وما طالما النبضات توالي بيني بينك ما في بين واسمح معانيك الشواطي وعدمان مرساك للبشين وهي البلد ما فات خيرة دام عامرة بالواعي ورزين والمحنة اللي في دروبنا بالعديل حيسوقة زين ومهما ضاقت لينا فكرة ربك العطاي بعين ما طالما الإيدين تسالم والإلفة مالية وعاب عين بس كيف نسوق إحنا اختلافنا لفكرة ما فيها البهين وشان أي زول في بحر صيد لا تبقى نصاب للكمين وشان أي زول لو راي براو فكرك محال يبقى لدين عارف مساحات اختياري وعارف مساحات غيري وين. مرحبا بك كثير، مساء الخير، شكرا لك كثير استاذه ماضر الخنساء حمزه، مرحبا بك، نورتينا في مساء جديد. مرحبا بكم وشكرا لمساء جديد والفريق العامل على تحت الفرصه. اهلا بك يا تماضر، خلينا مع القصيده الجميله دي نتعرف عليك، نعرف بدايتك مع الشعر، نعرف بدايتك كانت قريبه ولا بعيده، بديتي وانت صغيره، كتاباتك كان شكلها شنو؟ والله انا تماضر خنسة حمزة طبعا، بدايتي كانت قديمه شويه من سنين من ايام الثانوي، خلينا نقول ما قديمه شديد عشان الناس ما تقول كبيره. مش كده؟ نعم. ايوه. بعد ذاك اتطورت وصقلتها يعني. طيب تماضر انت نوبيه. صحيح. صحيح؟ تحديدا من دلق المحس. صحيح. ومسافره ورحاله يعني بصفه دائمه، اقامه خارج البلاد. يمكن تكون البيئات المختلفه اللي انت البيئه الخاصه جدا دلق المحس واهلنا النوبيين دي طبعا بيئه معروفه انها هي ثريه وغنيه بجمال كبير وبادب رفيع وباسماء ورموز معروفه في في الوسط الابداعي او المجال الابداعي بسرعه ما في السودان، تاثير المنطقه الخاصه اللي انت نشات فيها وتاثير ارتحال خارج الحدود يمكن على تجربتك وعلى تكوين التجربه او الاحساس الشعري لدى خنساء. هو طبعا اكيد البيئه يعني المحيطه بالشاعر بتاثر فيه شديد يعني. ف انا البيئه بتاعتي ممكن اقول البيئه النوبيه وبرضه انا تربيت في الجزيره برضه فاخذت من الاثنين، اخذت من البيئه النوبيه واخذت من البيئه بتاعت الجزيره اللي هو الترابط الشديد بين الناس وتعلية يعني القيم الإنسانية الرفيعة فتشرفت بالحاجات دي وبحاول من خلال كتاباتي أنشرها يعني بطريقة جميلة. طب امتدادا للجمال ده رأيك شو نسمع تاني نص؟ جدا. هي لك العرضة وسهيمك شكة خارج للفؤاد ودعين نزاتة فتكة يا البدر الخلوق من شبكة وانت مفكة ويدها بالجنيه غيرك بواقي وفكة هيلكم تفرزوا الحال الجبال انشكوا هيلكم تدحروا القل مقامكم شكة وهيلكم حلت العقد الكتار من شبكة يا نظرك رماني وفاق صواريخ توشكة نفسيت ما وحد موجة وشراك حركة وقلت رامية ومعاها شركة قصد البلطي والسمك اللي بيملى شبكة ما قايل الشبك قبضه اللي بحل شربكة حنة الجزيرة ولا دي دي من كتبتها وين كان؟ دي كتبتها في مجادعة بيني وبين الأستاذ أبو بدر البدري له التحية فهي من بيئة غرب السودان حتى المفردات من هناك فعن طريق المجادعات يعني مع ناس من مختلف جهات السودان يعني برضو اكتسبتها مفردات جديدة صحيح ومعاني مختلفة يعني. طبعا الظريف في الموضوع عرفت شو؟ البيئة بتاعت الغريب والكلام بتاع الغريب وفي سمك في الموضوع عرفت شو؟ دائما طبعا صح السمك ده؟ السمك ده بعيد من بيئة الغريب، انت ربطتيهم الاثنين يعني قربت النيل للغريب، انا طبعا اتمنى انه يقرب. طيب صورة جميلة. بريطانيا وإقامتك فيها وعلاقتك بالسودان وانت هسه من خلال كلامك فهمنا انك متواصله مع الناس متواصله مع الشعراء عن طريق السوشيال ميديا صحيح قادره انك تكوني قريبه في كتابات من هناك عندها علاقه بالوطن عندها علاقه بالحنين للوطن الغربه طبعا بتعمل عمليه في الناس بالذات لما زول يكون شاعر ومرهف وبيكتب ف
فبتكون عندها منتوج خاص. صحيح. الحاجة اللي بتعمل الغربة أكثر من كده إنها بتخليك يعني لصيق بالوطن أكثر، لأنك أنت فاقد الحاجات دي فبتحاول تقرب لها عن طريق أي حاجة متاحة، وبالنسبة لي أقرب حاجة متاحة كانت الكتابة، فعشان كده أنا كنت يعني دائما يعني بستمتع جدا لما أقعد يعني زول من بيئة داخل الوطن لكن تكون بيئة مختلفة، بحس إنه أنا قربت للوطن أكثر وفهمته أكثر وعرفت اختلافه الجميل أكثر، وساهمت يعني في ممكن أقول نشر إنه الاختلاف ده داخل الوطن الواحد ما بيعني غير إنه نحن ناس متنوعة، وإن التنوع ده أجمل ما في الوطن. ثراء بالنسبة لنا. بالضبط كده. طيب هل فكرتي تكتبي أغنية أو هل عندك تجربة في كتابة الأغنيات؟ عندي تجربة غنائية مع الأستاذ مصطفى السني اللي هي لو بس تعرف، لحن الأستاذ ضياء الدين مرغني من هولندا وبيأديها الأستاذ مصطفى السني. عندي تجربة تانية هي لسه يعني غايدة التلحين مع الأستاذ أنور عبد الرحمن أو أنور عقد الجلات، فهذه التجربتين يعني. اليوم التحية كلهم. كتبتي في الدوبيت، دوبيت فن خاص ومحبوب بالنسبة للسودانيين بصورة عامة، فياريت لو تسمعينا جزء من تجربتك في الدوبيت. جدا. الليل ابتدوا في سهر كان ترياقي، نقعد للصباح نحكي وننم ونلاقي، ويا همباتي شوقك ما بفوق اشواقي، زوليل في الخيال كاملات صفات وراغي، كيتم في البعاد دايما بشوفه امامي، يا التلت الاخير شايل معاه قيامي، الزول كان حنين ومالك معاي الهامي، بكتب للصباح لو طيفه بس قدامي، هلا صباحه بشمسه ومياسم زهره، نسامه اللي بمر خلى البسمات ظهره، والنور المعاو طفطف شموسنا الظهره، كم من هم بشيل ولسه واسع ظهره، نشاب الرمو زارع حوايا الحصده، الصايب الرويح نشن عليه وقصده، شلخ جسمي بناره لهيب وفصده، شال منظاره حدد قلبي حالا رصده. همباتي ده همباتي الشاعر الواحد بتخبيه انت ولا؟ فعلا دي كانت مجادعة مع همباتي. صحيح. طيب احنا حنواصل معاك وحنواصل مشاهدينا الكرام مع الشاعر طمادق بعد فاصل اعلاني. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا، ومرحب بالشاعر الجميل طمادر الخنساء حمزه. طمادر، ونحن تكلمنا عن مساله الغربه واللي بتسويه الغربه في الشخص، وتكلمنا عن انه انت عندك حتى رغم بعدك المكاني لكن قريبه من الفنانين، قريبه من الشعراء الاخرين، عندك مجادعات مع ناس ما شاء الله، عندك اعمال الان حتتغنى مع اشخاص. طيب اذا تكلمنا عن بعد المسافة ده اللي قربك من الوطن أكثر، ده خلاك تكتبي للوطن؟ خلاني أكتب للوطن فعلا. أنا بحس إن كتاباتي كلها الوطن، حتى لو كتبت عن الحبيب فالحبيب عندي هو الوطن، فالوطن يعني داخل في كل الكتابات حتى لو بطريقة غير مباشرة. بتكتبي برمزية مشيرة للحبيب في معظم أعمالك. طيب بسرعة عامة اللي إحنا يعني في عبارة كده قاعدين نقول مرات، ما عارفة في ناس بيجيفوا بيستصحبوها في تجربتهم، ايضا بقول لك الفن رساله مع اختلاف الاداء اللي انا بعبر بها واللي بيعبر بها شخص اخر من خلال المفرده وادواتك الابداعيه انت وموهبتك، فبتشوفي انه شنو رساله الخنساء اللي عايزه تقدمها من خلال الشعر؟ انا ممكن تكون يعني اكثر حاجه مركز عليها انه التنوع هو اجمل ما في الوطن، فانا بكتب بكل اللهجات الموجودة في البلد، يعني لهجة الشريف واللهجة الغريب، فعلشان كده يعني أعتقد دي الرسالة بتاعتي يعني. طبعا قبل ما أطلب منك نص آخر، أنا وأخير في حذيفة، أنا في كلام قاعد يستفزني طبعا بالمعنى الإيجابي للكلمة، لما نزول يقول التنوع، التنوع ده أرض خصبة للإبداع، فأنا بحييك والله على الكلمة دي. طب نطلب منك نص آخر.
طيب حجدالك غناي ما دايرة حتى حريشة، دو بيتي الحواس عدة وعتادة وديشة، كل ما نخد سلاح ونقول خلاص حنيشة، نلقى عيونه في كباد نغار زرميشة، عينك زيطلك كل العيون بتنيشة، فلا تعطاني بالنار الصعب تشتيشة، وحات المولى والشوقل بكج العيشة، بعدك ونار لقاك أصعب معاني بعيشة، وما لك يا قلب خارب علي العيشة، كل ما تشوف قلوب جاسرة بتمش وتنيشة، لخيت الغرام دارش دروب ودريشة، الله الوحيد غلبك وعملك كيشة، أيا قال على القلب نبض الهول جواني، ساعة البرع بنده وبيدعاه حواني، ممسوس بهواك وعاشقك شيطاني، إذا الاثنين نريدك كيف انت فكه جناني، ودو بيتك غسم مليان حكم وعزوبة، ده الخل الحواس شانات علينا حروبة، أسكرت القلوب من شدة إني طروبة، زي ريم الخل بطلقتك مضروبة، وحتحت للصفق دام بس سمار خصاك، وردي عليك لو قاساني ما قاساك، أنسى عشيرتي لو أنساك أو أسلاك، أوعك هربي لا تقرب عليك أسلاك، وفلفيش ضرب من لحظة المساك، نور الشوق جهر جهجه مساي ومساك، إيدي ما إيدي من فكته وإمساك، طول ليلة بتسبح من سالمة خمساك. سلام. شكرا لك كثير. شكرا جزيلا. احنا كان بودنا نسمع اكثر ونتعرف عليك اكثر، لكن باخر الفقرات واخر الدقائق في مساء جديد، شكرا لك. لو حابه تقولي كلمه اخيره وتضيفي حاجه. شكرا لكم، شكرا لمساء جديد، واتمنى انه طلتي عبر هذه الفقره تكون كانت خفيفه وممتعه للمشاهدين واضافه. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شرفتينا. وبكده نكون وصلنا.